السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب مبادئ الإحصاء، يعطيكم العافية يا رب. إن شاء الله اليوم حنكمل في شرح مادة الإحصاء، وطبعا اليوم راح نحكي عن الرسمات في تشابتر 2، فحنحكي عنهم وحدة وحدة ونشوف الأمثلة اللي عليهم على الرسمات اللي احنا مطالبين فيها في هذا التشابتر. طبعا هاي محاضرة رقم 6 للي متبع معانا. طيب، أول رسمة معانا هي رسمة الباي تشارت. رسمة الباي تشارت هي عبارة عن قطاع دائري. راح نعرف كيف راح نرسم الباي تشارت، وإحنا كيف بنقدر نعمل هذا القطاع الدائري. في رسمة بسيطة جدا، يعني الباي تشارت، وأغلب الرسمات رسمات بسيطة، يعني أبدا ما حتواجهوا فيهم مشاكل، يعني موضوعهم جدا بسيط. وحنحكي كمان عن البار جراف، حنحكي عن البريتو جراف. البريتو جراف هو نفس البار جراف، ولكنهم أعمدة مرتبين من الكبير للصغير، يعني هيك بكونوا مرتبين من الكبير للصغير. هذا هو البريتو جراف، يعني نفس البار جراف، ولكن البار جراف مش شرط يجوا مرتبين، ما بيجوا مرتبين، بيجوا عادي عشوائيات. أما البريتو جراف شرطهم إنهم يكونوا مرتبين. هذا بالنسبة للبريتو. طبعا الهيستوغرام هي أعمدة، يعني هو شبيه بالبار جراف الهيستوغرام، ولكنهم ملزقين ببعض الأعمدة، يعني جايين متصلين. راح نحكي عن البوليجون كمان، كمان رسمته جدا بسيطة، حنعرف كيف نرسمها. راح نحكي عن الأوغايف اللي هو كوميونيتي فريكوانسي كير، في يو بي دي زي هيك. هذا الأوغايف طبعا على اللي هو رسمة الإكس واي، راح نعرف كيف نرسمه على المستوى الحديد الديكارتي. راح نحكي كمان عن التايم سيريز. والتايم سيريز هذا اللي دايما بيستخدموه بالسوق المالي، يعني هسه راح نحكي لكم عنه لما نوصله أكثر. راح نحكي عن السكاتر ديجرام، كمان موضوع بسيط. راح نحكي عن الدوت بلوت، يعني هاي الرسمات اللي أنتم مطالبين فيها في هذا التشابتر في هاي المادة. رسمات يعني من خلالها بنمثل الداتا، فراح نحكي عنها أكثر ونفصل كل واحدة فيهم. خلينا نبدأ بالباي تشارت. طبعا الباي تشارت عشان أنا أرسمه أنا محتاج أطلع زاوية، لأنه قطاع دائري، فأنا محتاج الزاوية، فأنا بحتاج الزاوية هاي عشان أعرف أرسمه. فمهم جدا نعرف كيف نوجد الزاوية بالباي تشارت، والزاوية نوجدها عن طريق هذا القانون اللي هو الفريكونسي على مجموع الفريكونسي، يعني التكرار على مجموع التكرار، ضرب 360 درجة، ضرب 360 درجة. وإحنا بنعرف، المفروض أن الكل يكون يعرف، إنه الفريكونسي على مجموع الفريكونسي هذا هو الريلاتيف فريكونسي. فإذا بدك تختصر القانون تحكي ريلاتيف فريكونسي ضرب 360 درجة، أو الفريكونسي على مجموع الفريكونسي ضرب 360 درجة. هيك احنا بنطلع الزاوية عشان نعرف نرسم الباي تشارت. طبعا الرسم رسم تقريبي، لانه انتم امتحانكم اصلا ضع دائرة، فمش انكم مطالبين تعمل رسمي وهيك، لا هو رسم تقريبي عشان تعرف يعني توجد الجواب. طبعا يعني من خلال القانون هذا ايش بنقدر نستنتج؟ قانون اخر اللي هو الفريكونسي. فانا بقدر اوجد الفريكونسي اذا كان مثلا معطيني الزاوية، إذا كان معطيني الزاوية أنا بقدر أوجد الفريكونسي. إيش بدي أعمل؟ يعني بدي أعمل زي ضرب تبادلي عشان أطلع الفريكونسي، أعرف كيف أطلع الفريكونسي. فالفريكونسي هو الثيتا، الزاوية على 360 ضرب الأن اللي هي مجموع الفريكونسي. فأنا بس إنه إيش، من خلال هذا القانون اشتقيت قانون آخر من قانون الزاوية، طلعت هذا القانون إنه الفريكونسي بيساوي اللي هو الزاوية على 360 ضرب مجموع الفريكونسي اللي هو الان، ضرب مجموع الفريكونسي اللي هو الان. لو اخذنا مثال بحكي لي دراو باي تشارت، بدو اعمل الباي تشارت ونعرف كيف نرسمه. فانا قلت لكم عشان نعمل الباي تشارت احنا شو محتاج، الباي تشارت شو محتاجين؟ محتاجين زاوية. الزاوية هاي كيف بنوجدها؟ الزاوية نوجدها عن طريق قانون اللي هو الفريكونسي على مجموع الفريكونسي ضرب 360 درجة. فأنا شو بحتاج عشان أطلع الزاوية؟ بحتاج الفريكونسي
ومجموع الفريكوانسي. هاي هون بالإكزامبل اللي هون هاي معطيني الفريكوانسي لكل واحد فيهم. طبعا هو هذا مثال عن اللي جابوا ايه بأحد المواد، معطيني الايه، معطيني كم واحد جاب ايه، كم واحد جاب بي، كم واحد جاب سي، وكم واحد جاب دي. فهو معطيني تكرارات الطلاب اللي حصلوا على هاي الرموز طبعا، ومجموع الفريكوانسي هاي 36. فأنا عشان أطلع الزاوية، أمور جدا بسيطة كل إشي معي، فبروح بطلع الزاوية لإيه، بروح بطلع الزاوية لإيه، هاي إيه بطلع لها الزاوية. إحنا شو بنعرف قانونه؟ الفريكوانسي على مجموع الفريكوانسي ضرب 360. فأنا بدي الفريكوانسي الخاص بالإيه، الخاص بالإيه 10 على المجموع الكل للفريكوانسي 36 ضرب 360 درجة، بتطلع معانا الزاوية 100، بتطلع معانا الزاوية من 100 لمين؟ لإيه. نفس الكلام نروح منطبقه لبي عشان نطلع ايش، نطلع الزاوية. فشو التكرار الخاص ببي، الفريكوانسي الخاص ببي 5 على المجموع الفريكوانسي كامل 36 ضرب 360، تطلع معي الزاوية 50. وهكذا نفس الاشي بالنسبة لسي، تطلع معي الزاوية 80. نفس الاشي بالنسبة لدي، بتطلع معي الزاوية 130 درجة. فأنا الآن بعد ما طلعت الزوايا بروح برسم رسم يعني تقريبي عشان أعرف إنه كيف رسمة الباي تشارت. فمثلا لو إجينا على إيه نسبتي، يعني أعرف كيف بدي أطلع الإيه، الإيه يعني هيك تقريبا 90، هيك تقريبا 90. فأنا بدي أكون أكبر شوي منها عشان تكون 100، فزي هيك. أنا طبعا هيك بيكون الخط طبعا، يعني عشان تكون 90 فأنا بروح يعني عشان تكون 100 ببعد عن 90 بشوي، فبتطلع معاي هاي نسبة، يعني هاي اللي جابوا ايه، هيك ممثلين، هاي هيك اللي جابوا ايه. كيف عرفت تطلعهم؟ من خلال الزاوية، طلعت الزاوية عرفت كيف رسمتهم على الباي تشارت. بروح الآن عشان بشوف اللي بعدها، اللي بعدها بي وبي زاويتها 50، فبروح تقريبا يعني رسم تقريبي، بطلع برسم البي، والبي طلعت معاي هيك. لو غيرنا اللون عشان تطلع معنا رسمة منيحة، هاي البي طلعت معاي هيك. كيف عرفت ارسمها؟ عن طريق الزاوية. لو رحنا على سي، سي 80، فتقريبا حتكون هيك السي، فتقريبا السي حتكون هيك السي. والدي، دي اكبر واحدة. كيف اكبر واحدة؟ لانها اكبر زاوية، فاكبر زاوية حتكون ماخذ النصيب الاكبر من رسمة الباي، فهي 130، هتكون هيك رسمة الدي، هاي الدي. هيك انا رسمت ال، طبعا بالامتحان يعني انتم مش مطالبين برسم زي هيك، انا هنا رسمه تقريبا يعني رسمة 100%، فانتم مطالبين برسم تقريبي في الامتحان، رسم تقريبي. لو رحنا على الكتاب الان، شفنا الكتاب ايش معطي، ايش حاكي عن الباي تشارت. زي ما شفتوا الباي تشارت جدا بسيط، جدا بسيطة. فلو رحنا على الكتاب شفنا ايش بحكي لنا عن الباي تشارت، وهي هون بالاكزامبل 4، هي هون يعني قبل بحكي لنا عن الباي تشارت، بحكي هون عن الباي تشارت. فهو هون يعني هي انا من خلال الجدول اللي معطيني اياه، معطيني انواع الشهادات اللي هو type of degree، ومعطيني عدد كل يعني النمبر لهم كل واحد. طيب فانا بروح بطلع مجموعهم، مجموع اللي يعني الان مجموع الفريكوانسي، بطلع معي هالقد 3805، وهي يعني فريكوانسي كل واحدة فيهم، تكرار كل واحدة فيهم. فاذا الموضوع جدا بسيط. شو بروح بساوي؟ بطلع الانجل، والانجل عرفنا كيف نطلعها، عرفنا كيف نطلع الانجل. فعلى سبيل المثال لو بدي اطلع الانجل لايه، ايش بروح بعمل؟ الفريكوانسي لايه على مجموع الفريكوانسي الكلي ضرب 360 درجة. هيك انا طلعت. طبعا بالامتحان بيكون معاكوا آلة حاسبة، يعني اموركوا جدا بسيطة. بالامتحان على الآلة الحاسبة بتروح بتحل، مش تقعد تحسبهم، لا بتروح على الآلة الحاسبة مباشرة بتحلهم. فبتطلع معي الزاوية لايه 95. بروح للي بعدها، طبعا ايه انا ايش حكيت لكم اللي هي يعني هاي وصفي لإيه اللي هي الشهادة هاي. طيب نفس الاشي بروح للي بعدها، نفس الاشي بروح للي بعدها اللي هي الماستر، نفس الاشي بروح للي بعدها اللي الدكتوراه، بتطلع معي زاوية كل واحدة فيهم. فأنا بروح
عن طريق الزوايا اللي طلعت معاي بروح بمثلهم. فأكثر واحدة اللي هي اللي هاي مرسومة باللون هذا اللي هي 49. طبعا هو طلع نسبتهم، راح طلع النسبة لإلهم. ولكن احنا المهم انه نطلع الزاوية عشان نعرف كيف نرسم. المهم انه نطلع الزاوية، فهيك احنا بنطلع الزوايا. طبعا هون الريلاتيف فريكونسي، يعني ما تتلخبطوا، الريلاتيف فريكونسي هو عبارة عن هاي لحالها بدون 360، بس اضربها 360 بتطلع معي الزاوية. فهاي عبارة عن الريلاتيف فريكونسي. طيب الآن لو رحنا حكينا عن البار جراف والباريتو جراف، خلينا نروح على ملخصنا. فالآن نبلش لكم بمثال مباشرة بنحكي فيه عن البار جراف والباريتو جراف، وموضوعهم جدا بسيط. انا معطيني هي الاكس اللي هو عبارة عن الاي بالمادة، البي بالمادة، السي بالمادة، دي، وهي الفريكونسي اللي لهم 10 جابوا اي، 5 جابوا بي، 8 جابوا سي، 13 جابوا دي، والمجموع اللي لهم السم اللي هو مجموع الفريكونسي 36. الان لو بدي ارسم رسمة الباري جراف ايش بروح بعمل؟ برتبهم حسب اللي يعني الاي بي سي دي، هاي اي، هاي بي، هاي سي، هاي دي، برتبهم. انا ما بعرف مين الاكثر ومين الاقل، برتبهم هيك يعني برتبهم ترتيب منطقي. فالآن وبشوف العلامات لوين موصلة، بروح برسمهم. هون حتكون اللي هي الإكس اللي هي العلامات اللي هي الرموز، وهون الفريكونسي. فأنا بشوف حسب الجدول يعني لوين موصل، وببلش على سبيل المثال من الاثنين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، 12، لحدية الأربعة عشر، لأنه أكبر إشي معي 13، مش حيكون في إشي أكبر من ال 13. فأي 10، فبروح على الأي، هي بوصل هون تقريبا لحدية العشرة، هي إيه. هي ايه طلعت معي تقريبا يعني لحدية العشرة اللي هي، ومش تقريبا يعني 100%. الان بروح على بي، بي كم واحد جابه؟ 5، فتقريبا هي الخمسة هيك حتكون، هي الخمسة هون. بروح على سي، سي كم واحد جابه؟ 8، 8 جابوا سي، فهي بمثلها هيها 8. بروح على دي، دي 13 طالب، فبروح هون هتكون هيك 13. فهاي هي رسمة الباريجراف، هاي هي رسمة الباريجراف. لو اجينا نرسم الباريتو، الباريتو شو بدي اروح اعمل؟ بدي اروح ارتبهم هذول اللي طلعوا معي الاعمدة من اكبر واحد لاصغر واحد. فايش حتكون عندي اكبر واحدة؟ الدي، فحبلش في دي، بعدين الاي، بعدين السي، بعدين البي. فهي رتبتهم من الكبير للصغير، هيك صارت رسمة الباريتو. رسمة الباريتو جدا بسيطة، هي ترتيب للباريجراف. الباريتو هي ترتيب للبار جراف. لو رحنا رجعنا على الكتاب شفنا ايش بحكي لنا عن الباريتو. هذا المثال بحكي لنا عن انه رسمة الباريتو تشارت معطينا، يعني بحكي لنا انه بعام 2014 اسباب الوفيات في امريكا، أعطينا أكثر من سبب، يعني الحوادث كانوا تقريبا 136,000 وشوي، الكانسر 591,000 وشوي، وهكذا يعني كل سبب وفاة ومعطينا الرقم لإله. وبحكي لنا use a Pareto chart to organize the data عشان نرتب الداتا. فخلينا نشوف يعني كيف. طبعا انتم ممكن يعني اذا بدكم بالبداية برسموه عن طريق الباريجراف، يعني عادي بتبلشوا فيهم واحد واحد وبعدين بتحولوه لباريتو تشارت، لا يعني بتروحوا بترتبوه. فهو من البداية نبلش برسمة الباريتو، خط على الاكس اكسس اللي هم اسباب الوفيات، وعلى الواي خط يعني تقريبا الاعداد هم اكثر اشي معانا. شو موصل؟ يعني هو اكثر اشي معانا 614,000، يعني هو موصل ل 630 طبعا بدون الافراط، يعني مش حاط بعد الفاصلة مش حاطهم، وتقريبا لانه فاحنا بتهمنا
نعرف الرسم اللي يعني التقريب اللي له مش 100%. فأكثر إشي مبين إنه هيو اللي هو 614,000 وشوي، فهيو بتوصل لهون. هذا أكثر إشي لأمراض القلب. بعدين يعني تيجي بعديها الكانسر 591,000 وشوي، فهيو زي هيك تيجي بعديها وهكذا. بعدين رتبهم يعني من فهيهم هون هيك مرتبين برسمة باريتو، مرتبين من الكبير للصغير. فهي بحكي لي from the باريتو chart، من رسمة الباريتو بحكي لنا انه اللي هو اكثر اشي اللي هو امراض القلب هم الاكثر يعني الوفيات في عام 2014. فمن خلال الرسمة أنا عرفت مين الأكثر. طبعا أكثر واحد إحنا شو بنسميه، يعني أكثر إشي تكرر تذكر شو بنسميه المود. فأكثر إشي يعني هذا أكثر إشي هو هذا المود، فمش غلط إنكم تعرف إنه أكثر إشي هو المود. طبعا بالترايت يور سيلف نفس الإشي بتمثلوهم على بريتو، يعني نفس الإشي ما بدها إبداع كثير. طيب خلينا نرجع، احنا حكينا عن الباريتو تشارت باري جراف والبايو تشارت والباي تشارت، باي تشارت وباريتو وباري جراف يعني، ورسماتهم جدا بسيطة، كلها رسمات يعني رسمات سهلة. طيب لو انتقلنا لإشي اسمه الدوت بلوت، لو انتقلنا لإشي اسمه الدوت بلوت، شو هذا اللي هو الدوت بلوت؟ على سبيل المثال احنا كان عندنا امتحان وهي العلامات 1 و2 و3 و4 و5، وهي تكراراتهم، 3 جابوا 1، 1 جاب 2، ما في حدا جاب 3، 2 جابوا 4، 3 جابوا 5، وبحكي لي draw a dot plot، بدي أمثلهم عن طريق الدوت بلوت. فالدوت بلوت باجي برسم خط هيك، خط الأعداد هذا اللي نحن صغار بنعرفه، واجي بحط العلامات 1 و2 و3 و4 و5. شوفوا لوين البساطة، توتبلوت بكل بساطة. الواحد كم مرة تكررت؟ 3 مرات، بحط نقطة نقطتين 3، هيك أنا مثلت هذا توتبلوت. الاثنين كم مرة تكررت؟ 1. الثلاث ما في خلص ما بتحط. الأربعة مرتين 1 2. الخمسة 3 مرات 1 2 3. فهيك بكل بساطة احنا عملنا تمثيل للتوتبلوت، أو مش تمثيل للتوتبلوت، تمثيل لهاي البيانات عن طريق التوتبلوت. طيب لو رحنا على الكتاب وشوفنا ايش بحكي لنا عن الدوت بلوت، وين هو حاط الدوت بلوت؟ مش هون، خلينا نرجع لعاد. يعني في هاي المحاضرة ان شاء الله حنخلص كل الرسمات يعني. فهي هون بحكي لنا عن الدوت بلوت، فبحكي لي use a dot plot to organize the data in example 1. في example 1 طبعا، example 1 وينه؟ هاي بيجي هون. فبده يعني هاي البيانات، طبعا هون حاطه بستيم اند ليف، حنحكي عن الستيم اند ليف. طبعا اغلبكم بتعرفوا الستيم اند ليف ولكن حنرد نعيد عليه. فبإكزامبل 1 احنا بنحكي عن النمبر اوف تكست مسج سنت، فبنيجي بنحط يعني هاي الجاي هاي البيانات زي هيك. فأنا بروط على خط الأعداد وبرتبهم، أو بحط الأعداد يعني بحط الأعداد بشوف مين أكبر إشي تقريبا معاي. أكبر إشي معاي اللي هو إيش حيكون؟ يعني تقريبا 100 وشوي، فأتوقع 115 أكبر إشي، أو 122، فمية واثنين وعشرين، أو لا هي 149، هون جاي بالزاوية 149 أكبر إشي، فبحط 150. أنا دائما بحط أكثر وبلش من أقل إشي معاي، يعني بلشنا من 15 ومنبلش منشوف. مثلا هون 76 بروح بحط 76 جاي أنا يعني هو رتبهم خمسات، يعني 25 25 30 35 40، فهو حيكون تقريب يعني مش إنه 100%. فباجي هون 76 وين جاي؟ طيب 76 بعد 75. طيب كم مرة تكررت 76؟ بروح بشوف
خلينا نغير اللون، نميز 76 عشان نشوفها. هاي بالسطر هون، هاي مرة، هاي 76 حلو، هاي 76 ثنتين. خلينا نشوف كمان 76. المفروض حسب المعطينية انه 1 2 3 ثلاث مرات 76، فالمفروض ان 76 تكون موجودة ثلاث مرات، يعني هون 76 وهون 76. شايفة صراحة هاي 76 اول وحدة هون معلمة، هاي 76، فهاي ثلاث تكررت من 76، فباجي بحط ثلاث نقاط. اللي بعدها 78، 78 كم مرة تكررت؟ أنا بحكي هون يعني بعد ال 78، بعد ال 76 تكررت اللي هي إيش تكرر عنا؟ في 77 يمكن، ما في 77 يعني 78، 78 موجودة عنا، هاي 78، 78 كم مرة تكررت؟ مرة، فإذا نقطة بس. يعني زي هيك موضوع جدا بسيط، بتروح بتشوف الرقم بتحط فوقيه نقطة حسب كم مرة تكرر. فهي 149 مثلا سبيل المثال، مرة واحدة تكررت فهي هون 179 قبل 150. فهيك موضوع الدوت بلوت بكل بساطة. فأنا بحكي لي فرام ده دوت بلوت، احنا بنقدر انه نشوف اللي هو الاشي اللي تكرر اكثر. لو تشوف هون وين الكثافة اكثر، وين التمركز اكثر، هون بالمنطقة هاي، المنطقة هاي اللي هي بين العشرين والثمانين، بين العشرين حتى لهون كمان، بين العشرين والثمانين هون الاكثر يعني تكرار. لو تلاحظوا هون اقل، هون اقل. فهون بحكي لي انه and four people sent more اكثر من مية. The text message. في عنا أربعة أكثر من مية، لو تلاحظوا 1 2 3 4 أكثر من مية. More than 100 text message. وبحكي لي you can see إنه 149 unusual data entry اللي هي مرة واحدة، نستنتج إنه 149 مرة واحدة تكررت. فهيك موضوع الدوت بلوت بكل بساطة. فأنا معطيني ترايت يور سيلف، يعني إن موضوعهم جدا بسيط. فلو رجعنا على الملخص شفنا إيش عندنا بعد الدوت بلوت. طيب إحنا لو حكينا، يعني لو كل ما نحكي عن الباراجراف، لما نحكي عن الباراجراف ونحكي عن الباريتو، هون لما تكون الداتا مالها ديسكريت، لما تكون الداتا ديسكريت. طب نفرض انه احنا الداتا عندنا كونتينيوس، ايش كيف حنتعامل معها؟ نفرض انه احنا الداتا عندنا كونتينيوس، بيانات متصل، كيف حنتعامل معها؟ حنيجي نحكي عن اشي اسمه الهيستوغرام. راح نحكي عن اشي اسمه الهيستوغرام. الهيستوغرام بتكون رسمه هيك على المستوى الاحداثي، هون على الواي بتكون الفريكوانسي، وعلى الاكس حتكون الريل باوندري. طبعا اخذنا الريل باند، اخذنا الريل باوندري. فهاي بالنسبه للهيستوغرام. طبعا في اشي يعني من خلال الهيستوغرام نقدر نعمل رسمه ثانيه بنسميها البوليجون. البوليجون بناخذ منتصف الفتره، منتصف الفتره هون، ومنوصل بينهم. فلو اجينا شفنا رسمه البوليجون تيجي زي هيك، ناخذ منتصف الفتره، منتصف الفتره، منتصف الفتره، منتصف الفتره، ومنوصل بيناتهم، منوصل بيناتهم. وعشان نكمل الرسمه بنحط هون هيك على الريل باوندري ومنكملها. وكمان نفس الاشي نعتبر في فتره ايش، اعتبر في فتره وهميه ووصل معها عشان تكون كامله، عشان تكون كامله البوليجون. فهون بحكي لي بالمثال هذا draw a histogram and the polygon. فهو معطيك ايش؟ معطيك فترات continuous. فهذا ما بزبط امثله على باريتو او على بار جراف، فبلجأ للهيستوغرام. معطيك فترات وهي الفريكونسي لهم، هاي تكررت 3 8 7 2. فبروح
اول خطوه طبعا ايش بدي اعمل؟ زي ما حكينا انه الرسم شو بنحتاج فيها؟ بنحتاج فيها فريكوانسي، الفريكوانسي معطى بالسؤال، وبنحتاج شيء ثاني اللي هو على الاكس اكسس اللي هو الريل باوندري. فاول خطوه بروح بعمل ايجاد للريل باوندري، بروح بعمل ايجاد للريل باوندري. طبعا هون صفر، فحتكون الريل باوندري اللي قبل الصفر سالب نص، بعديها حتكون 4.5 اللي حتكون هون، بعديها حتكون 9.5، بعديها 14.5، وبعديها 19.5. هيك انا طلعت الريل باوندري. فبروح بحط الريل باوندري على اللي هو المستوى اللي على الاكس اكسس، فالسالب نص حتكون هون، 4.5 تقريبا هون، 9.5، 14.5، 19.5. وايش بروح بعمل؟ ببلش من هون من السالب نص للأربعة ونص، كم كان تكرارها؟ 3. فبروح بعمل زي هيك، طبعا هي أعمدة متصلة، هي 3 زي هيك، هي هيك الفترة الأولى مثلتها. بروح على اللي بعدها، اللي بعدها من 4.5 ل9.5 كم مرة؟ 8 مرات. فبروح من 4.5 ل9.5 هي 8، وهي أكثر واحدة، هي هيك من 4.5 ل9.5. نفس الاشي من 9.5 ل14.5، من 9.5 ل14.5 كم مرة؟ 7 مرات. فبروح على 7، وهكذا. اللي بعدها من 14.5 ل19.5 كم مرة؟ 2، فهي بتكون هيك 2. هان هيك انا سويت رسمة الهيستوغرام. طيب عشان ارسم البوليجون شو بدي اعمل؟ فعشان نرسم البوليجون احنا لازم نطلع منتصف الفترة لكل رسم فيهم، لكل عمود فيهم. فهون ايش حتكون منتصف الفترة؟ 4.5 زائد النص على 2، بطلع معي 2. هون 9.5 زائد 4.5 على 2 7، 14.5 زائد 9.5 على 2 تطلع معنا 12 منتصف الفترة، و 19.5 زائد 14.5 على 2 تطلع معنا 17. هيك طلعنا منتصف الفترة لكل عمود. طبعا بنروح بنوصل بين منتصف الفترة ومنتصف الفترة الثاني، هي بنعمل هيك توصيل، نعمل توصيل بعدين هيك. عشان نكمل الرسمة بنروح بنطلع الكلاس ويدث اللي هو طول الفترة. طبعا احنا بنعرف كيف نطلع الكلاس ويدث، اللي هو مثلا على سبيل المثال بقدر اطلعه من هون 19.5 ناقص 14.5 كم الكلاس ويدث بينهم، كم الفترة بينهم؟ 5. فالكلاس ويدث 5، الكلاس ويدث اللي هو 5، وهكذا بين 14.5 و9.5 5، بين 4.5 و9.5 5، بين السالب نص وال4.5 5. فانت الكلاس ويدث عندي 5، فبروح من اخر منتصف فتره من ال17 بروح 5 خطوات، 5 بطلع معنا كم؟ 22. كذلك الامر هون من 2 بمشي 5 بس بالعكس لورا على الاتجاه السالب. لو مشيت 5 كم حتطلع معي؟ سالب 3. هاي هون 5 بين الاثنين والسالب 3 5، وبين الاثنين 22 وال17 5. ليش سويت هيك؟ عشان اكمل الرسمة، عشان اكمل اعرف كيف اكمل الرسمة. تطلع معي هون 22، تطلع معي هون لسالب 3. فبقدر اسويها بشكل اوضح زي هيك. هاي هون طول الفترة 5، فهي هيك من سالب 3 لهيك لاثنين، وهكذا. هاي رسمة البوليجون بكل بساطة. فخلينا نروح يعني على الكتاب نشوف شو بحكي لنا عن الهيستوغرام. يعني لو لاحظتوا الهيستوغرام هو زي البار جراف والبريتو، ولكنها أعمدة متصلة ببعض، أعمدة مالها متصلة ببعض. فلو رحنا على الكتاب، هذا الباي تشارت حكينا عنه، حكينا عن البريتو. مش هون شكله الهيستوغرام، نرجع ورا العادة. هذا الدوت بلوت، وين الهيستوغرام؟ اي البوليجون، البوليجون طبعا بعد الليستو، بعد الليستو أيو. اللي هو الفريكوانسي هيستوغرام
فلو جينا شفنا كيف نرسم الفريكوانسي هيستوغرام، طبعا هنا بالبداية طلع اللي هو من وين يبلش، فطلع الفيرست لور باوندري وطلع الفيرست كلاس ابر باوندري. طبعا اللي هو ايش بضيف؟ بضيف نص، بضيف نص وبطرح نص عشان اطلع. طبعا هي الفريكوانسي لانه احنا ما هي من الفريكوانسي عشان نعرف كيف نرسمهم، والكلاس باوندري طبعا احنا نعرف كيف نطلع الكلاس باوندري، تعلمنا كيف نطلعه لما نضيف نص ونطرح نص. طبعا هو من اكزامبل 2، طبعا انتم لو ترجعوا على اكزامبل 2 شايفين احنا شارحينه هذا المثال اكزامبل 2. فهونا يعني كيف طلع ال، والاكزامبل 2 كمان معتمد على اكزامبل 1. طبعا انا برجع لانه ممكن ناس تتلخبط ما تعرف كيف بنشتغل احنا. فهون مبلشين طلع اللور ليميت والابر ليميت، وبعدين كمل عليهم اكزامبل 2 طيب يعني مش مهم، احنا المهم الان اللي هو الرسمه، رسمه الفريكوانسي هيستوغرام. فايو زي هيك بروح على الفتره الاولى اللي هي من 155 ل 190، هي تكررت 3 مرات، فبطلع بالعمود لفوق 3. بعدين اللي بعدها اللي هي من 191 ل 226 بطلع مرتين، بطلع بالعمود مرتين، وهكذا كلهم زي هيك، وبتكون أعمدة متصلة ببعض. هي رسمة الهيستوغرام زي هيك. والبوليجون من اكزامبل 2 عرفنا كيف نطلعه، بنطلع منتصف الفترة منتصف الفترة منتصف الفترة منتصف الفترة منتصف الفترة وهكذا، وبنشبك معه وبنشبكهم بعض. وبالهون بنكون مطلعين ايش اللي هو هاي، بنطلعها من طول الفترة، من طول الفترة اللي هو الكلاس ويدث. فايو زي هيك بنشبك، هذا هو البوليجون، هاي الفريكوانسي بوليجون من اكزامبل 2. طبعا ها يعني الرسمات احنا منو تعلمناها؟ احنا بعد ما تعلمنا كيف نطلع الكلاس باوندري والقصص هاي، بدنا نسوي تمثيل لهم عن طريق البوليجون. فانتوا يعني بالبداية حتحلوا طلعوا مثلا الفترات وبعدين ترسموا الرسمات. احنا طلعنا في المحاضرات السابقة كيف نطلع اللي في الكلاس باوندري والميد بوينت والقصص هاي، الان حنعمل لهم رسم، الان حنعمل لهم رسم بس يعني. فهي بالنسبة للبوليجون والفريكوانسي، وهي معطينا كمان مثال على الفريكوانسي هيستوغرام. لو رحنا على اشي اسمه الاوغايف، رسمة الاوغايف، الاوغايف او ما يسمى بالكوميوليتيف فريكوانسي الكوميوليتيف فريكوانسي كيرف، اي الاوغايف او اللي هو الكوميوليتيف فريكوانسي كيرف. بكل بساطة رسمته هون حتكون الكوميوليتيف فريكوانسي، واحنا بنعرف كيف نطلع الكوميوليتيف فريكوانسي، وهون الريل باوندري، هون الريل باوندري. نعرف كل رسمة ايش نحتاج فيها عشان نرسمها يعني. هون نحتاج الريل باوندري، وهون نحتاج اللي هو الكوميوليتيف فريكوانسي. هون اكثر اشي هيك حتكون رسمة الاوغاي يعني تقريبا بهذا الشكل. هون اعلى اشي عندنا بيكون اللي هو مجموع الفريكوانسي، مجموع الفريكوانسي اللي هو ان، بتكون ان تحتها يعني تحت الاقل منها حتكون اشي بنسميه 3/4 بان، 3/4 بان، هذا هو اسمه الكيو 3 اللي هو الابر كوارتايل اللي هو الربع الثالث، الابر كوارتايل. بعدين اللي تكون اقل منها ان على 2،
أن على اثنين هاي هي الكيو تو الميديوم. لو الميديوم لو تتذكروا كنا نطلعها زيك اللي هي الثاني، واللي بعديها اللي هي أن على أربعة. أن على أربعة اللي هي الكيو ون اللي هو اللور كوالتايل الفيرست اللي هو الربع الأول. هيك احنا طبعا في اشي رح نتعلمه لقدام نسميه الانتر كوالتايل رينج الاي كيو ار بنختصره، اللي هو الكيو 3 الكيو 3 ناقص كيو 1. احنا هيك بنطلع الانتر كوالتايل رينج الاي كيو ار، حنتعلمه طبعا كيف نطلعه. فلو رحنا على الكتاب وشفنا ايش بحكي لنا عن الاو جايف، هاي هون طبعا هو بالبداية بحكي لنا خطوات كيف انه نعمل الـ O-Give. فاحنا بنحتاج الـ upper real boundary والـ cumulative frequency. نحتاج الـ cumulative frequency، فهنا حتكون اللي هي الـ upper real boundary، هون حتكون الـ cumulative frequency. فأنا باجي برتبهم هون، مرتبهم 5 10 15، مرتبهم خمسات يعني. وهنا اللي هو الأبر ريل، هاي نرجع للملخص إيش كنا نحكي. هون الريل باوندري، وهون اللي هو الكوميوليتيف. ليش واحد اللي هو الكوميوليتيف فريكوانسي، وهنا الريل باوندر. فاحنا هيك بنحتاج عشان نرسم رسمة الاو جايف. فهي هون حاط الكوميوليتيف فريكوانسي ونبلشهم يعني زي هيك. فلو نلاحظ انه الابر اللي هي الابر ريل باوندر، طبعا بنلاحظ على الجدول اللي هون، فبنيجي بنحطهم على يعني زي نقاط عشان نعرف كيف نوصل بيناتهم. فهي حتكون زي هيك، هون المية وتسعين ونص ثلاث حتكون تقريبا هون. طبعا هاي احنا نعرف كيف نطلعها. الميتين وستة وعشرين ونص مرة الميتين وستة وعشرين ونص خمسة، هون انتو تطلعوا هون على الكوميوليتيف، طلعوا هون عشان نعرف كيف نطلع. الميتين وستة وعشرين ونص خمسة، الميتين واثنين وستين ونص عشرة يعني، وهكذا. فمنوصل تطلع معانا رسمة الـ O-Give. هيك احنا رسمنا الـ O-Give. طبعا هذا المثال مش مطالبين فيه، اللي هو استخدام التكنولوجيا والقصة هاي مش مطالبين فيها. فهيك احنا رسمنا الـ O-Give. فبحكي لي هون from O-Give you can see انه العشرة اداتلز ها اللي هم يعني بياخذوا على ال 226 ونص or less او اقل، 226 ونص او اقل. يعني تقدر تستنتجوا شغلات من ال O-Give، ولكن المهم الرسم تعرف كيف ترسموها. شو بنحتاج حكينا كوميوليتي فريكونسي، وبنحتاج الابر ريل باوندري. الابر ريل باوندري طبعا هون بالبدايه طبعا واضح من اكزامبل 2، فهاي طلعناها احنا كيف اللي هي قبل الابر ريل يعني الفتره اللور، فعشان نبلش فيها يعني عشان نبلش فيها ونوصل اخر اشي لل 400 لل 406 ونص تطلع معنا 30 زي هيك. ولكن عشان نحتاج بداية فبدنا ناخذ الأقل من 190 ونص، الفترة الأقل من 192 عشان نبلش فيها ونرسم رسمة الـ O-Give. لو رجعنا للكتاب وبدنا نحكي عن آخر رسمة معانا، يعني لو نرجع نشوف عن إيش حكينا إحنا هون، كان عن الباي تشارت، بار جراف، باريتو، هيستوغرام، بوليجون، او جايف. طبعا حنحكي عن التايم، حكينا عن دوت بلوت، ظل نحكي عن التايم سيريز والسكاتر دياجرام. خلينا نروح نشوف شو قصه
بالسكاتر بلوت. شوف شو قصة السكاتر بلوت. طبعا هون معطينا اكس ومعطينا واي، معطينا اكس ومعطينا واي لو تلاحظوا. فلما تكون الاكس 7 الواي 5، الاكس 10 الواي 8، الاكس 12 الواي 7 وهكذا. فهو معطيني اياهم زي هيك، فانا بدي اروح على الاكس واي، رسمة الاكس واي وابلش. لما كانت الاكس 7 الواي كم كانت؟ 5. فباجي هون لما كانت الاكس 7 الواي كم كانت؟ 5. بعمل زي هيك، يعني بعمل اكس هون وهكذا. لما كانت الاكس 10 الواي كانت 8. لما كانت الاكس 10 هي هون الواي كانت 8 وهكذا، وبعمل اكس. وهون كمان نفس الاشي، وهون نفس الاشي، هون نفس الاشي. وبشوف بصير اوصل هيك بخط متقطع يعني عشان ابين اشوف انا وين الاكثر عندي. فلو تلاحظوا انه في علاقة بينهم، شو منلاحظ؟ انه في علاقة بينهم. كل ما تزيد اكس واي بتزيد، كل ما تزيد اكس واي شو مالها؟ عمالها بتزيد. فهاي العلاقة بينهم. لو روحنا رجعنا نشوف اللي هي السكاتر بلوت، طبعا هذول حكينا عنهم. قاعد عم بدور عليها رسمة السكاتر، شكلها بالسكشن اللي بعده. كانت دوت بلوت حكينا عنها، باي تشارت، البريتو. الان هاي رسمة السكاتر بلوت. فهون معطيني مثال بحكي عن ال، يعني انه عن الشجرة، كل ما يزيد، كل ما زاد طولها اكيد ايش حيصير؟ حيزداد عرضها. فهون معطيني الطول لإلها، وانا معطيني الويد لإلها بالملي مترز. وش يعني هو من بحكي لي سي بيج 57، فحنلاحظ في بيانات هناك حنيجي نمثلها هون اللي هي الاكس هون. القلم علق هون الاكس هيك وهون الواي، فحنيجي نشوف يعني نحط نقطة مكان كل هذا. ولو تلاحظوا هيك حيكون الخط، هيك حيكون الخط جاي بيناتهم. انه منلاحظ ايش من السكاتر؟ انه كل ما يزيد الاكس بيزداد الواي، كل ما يزيد طولها، كل ما يزيد اللينث بيزداد الويدث، بيزداد عرضها من خلال الرسم يعني. طيب لو جينا نحكي عن التايم سيريز، التايم سيريز تشارت بتختلف عن السكاتر. السكاتر كنا نشوف العلاقة انه كل ما تزيد الاكس بتزيد الواي، هون بدنا نشوف اللي هو ايش بصير يعني بالسنوات. دائما بيستخدموه التايم سيريز تشارت بالسوق المالي او بالشغلات اللي يعني فيها وقت، دائما يعني لما تكون في وقت. فحتلاحظوا انه دائما اي اشي في وقت حيكون على التايم سيريز. فهون مثلا بالسنوات، مثلا بالاكزامبل هون بحكي لنا عن الدرجات اللي بتنسرق بالسنوات من 2005 ل 2015 وبدنا نمثلهم. فاحنا بالتايم سيريز تشارت بنشوف الترند كيف ماشي، بنشوف الترند كيف ماشي. فمثلا هون لو جينا مثلناهم يعني 2005 كان 1.24، فحنيجي هون زي هيك. فاحنا بنشوف انه الترند زي هيك، شو ماله الترند؟ مبلش يقل 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 تقريبا لل 2011، بعدين تقريبا بمستوى ثابت. فاحنا شفنا الترند كيف ماشي،
اللي هو بسرقة الدراجات هاي. فهيو بحكي لك مثلا ده تايم سيريز تشارت، انه بيعرض لك النمبر اوف موتور فايكل، بحكي لك ديكريزد ل 2011، يعني ال 2011 ظلت تقل تقل، اند ريميند اباوت ذا سيم ل 2015، صارت بمستوى ثابت ل 2015. فدائما اي شيء بيكون في وقت سنوات حيكون على اللي هو التايم سيريز تشارت. فاحنا هيك عرفنا كيف نرسم التايم سيريز، هيك حكينا عن كل الرسمات، يعني عرفنا كيف مين بالكونتينيوس مين بالديسكريت، حكينا انه البار جراف والباريتو هذول بيكونوا بالديسكريت داتا، اللي مثلا تايم سيريز، الهيستوغرام، البوليجون، هذول كلهم بالكونتينيوس بنستخدمهم، وعرفنا شو نحكي عليهم. لو رجعنا الان على ال حكينا لكم بدنا نحكي لكم عن الستيم اند ليف، فخلينا نحكي عن الستيم اند ليف. طبعا الستيم اند ليف ديجرام من خلال الجدول بعرف كيف، احنا عرفنا كيف انه نبلش فيه، فالكي تمثل اللي هي 102 اللي هو مش حيكون فيها فواصل، يعني هيك الهدف من الكي اعرف، انا اعرف اقرا الجدول، اعرف اقرا الستيم اند ليف. فبيبلش هو من هون من واحد، يعني انا رح احكي لكم عن شغله جديده حنسويها هسه، هذا اغلب الكل بيعرف كيف يسويه، اللي هو باجي برتبهم زي هيك، بحط الواحد اثنين يعني، وبصير اشوف شو اللي تكرر. فمثلا الواحد ايش في مثلا، في عنا هون في عنا 19 وفي عنا كمان 16، فوين 16؟ هيها، فهتكون 1 6 و9 وهكذا، يعني هاي 20 هاي 23 24 26 26 وهكذا. الاشي الجديد اللي حنحكي لكم عنه انه احنا بنقدر نظبط الستيم اند ليف اكثر، يكون انه ايش موضح اكثر. كيف باجي بخلي مثلا الواحد مرتين، الاثنين مرتين، الثلاث مرتين، الاربع مرتين، الخمسة مرتين، ليش هيك بدي اعملهم؟ باجي بشوف اللي اقل من خمسة بحطه اول اشي، واللي من خمسة واطلع بحطه بالثاني. فهون بالواحد ما عندي اقل من خمسة، فخلص مباشرة ببلش بالثاني، ببلش بالثاني بحط 6 و9، اللي بعدها الاثنين لا، في عندي لحدية الأربعة، هذول أقل من 5 ومن 6 بحطهم بالثاني، فهتكون 0 3 4، واللي بعد اللي يعني الاثنين اللي بعدها بنحط اللي من 5 واطلع، ما عندي 5 خلص من 6 واطلع، وهكذا. الثلاث زي هيك، بلشي من الصفر هون لحدية الأربعة، الثلاث الثانية 8 و9، وهكذا زي هيك، من باب انه الترتيب أكثر يعني. في خلصنا جميع الرسمات، يعني ما بدنا نطول عليكم، وهي كانت المحاضرة المخصصة للرسمات. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سلام الله عليكم.